اوكي، مرحبا بك نور. تفضلي عاودي قاعدك اللي بغيتي، حنا تنسمعوك نور. الله يخليك خويا بابا، شكرا بزاف وكنشكرك بزاف على الاستقبال وعلى الفرصة مرحبا اللي عطيتيها لي باش نقدر نخوي قلبي ونعاود القصة ديالي، خليها مرحبا. عبرة لجميع الناس اللي كيسمعوا لينا وجميع البنات، وباش نقول لهم متبقاوش تثيقوا في أي واحد كيف ما بغى يكون نوعه. المهم خويا بدر، انا القصه ديالي، المهم كنت محافظه عاديه، كبرت في عائله الحمد لله، ما عندناش ما خصناش، بخير وعلى خير. كان بابا الله يرحمه كان شويه صعيب معانا ومع ماما وداك الشيء، المهم ماشي مشكل. كبرت، درت 18 عام، خرجت نخدم، صافي خرجت نخدم، خدمت عند شي ناس دوزت معاهم تقريبا عامين، كانوا مهلين فيا ما خصني تاخير الحمد لله. ولكن في الوقيته ديال كورونا كان بابا الله يرحمه كان مرض شويه، واضطريت انني باش نمشي نشوفه، وهي مشيت نشوفه وجلست معاهم شويه، بس تقريبا شهرين قابلت مع بابا، وهذا من داك الشهرين صافي وليت عاوتاني اضطريت انني نخرج نخدم، حتى كنا محتاجين بابا الله يرحمه كان مريض وخصو الدواء وهادي وهادي، صافي اضطريت انني نخرج نخدم باش نعاون الدار. واخا بابا الله يرحمه زعما كان هذا، ولكن المهم راك عارف الظروف كيفاش دايره. واحد زارتنا قالت لي واحد الخدمه عند شي ناس باش نقابل مرا كبيره. المهم مرا كبيره هي وبنتها، بنتها شويه كبيره فيها السكر وكل شيء. المهم وافقت، قلت ماشي مشكل، الخدمه ماشي عيب، المهم انني نخدم ونجيبها بعرق كسافي ونعاون والديا ماشي مهم. مشيت لعندهم، توكلت على الله ومشيت لعندهم في 2019. صافي مشيت لعندهم، نور دخلت عافاك تقدري ديري خدمية الكيت، ملي انا الصوت ديالك تيتسمع مغنغني ياك راهي قوال. ديري اوكي عافاك ديري الكيت، على ما ديري الكيت كلشي دير جام 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 جام، بارطاجي في 20 كرا تقدر. نشوف الناس اللي داروا جام، تخيل 100 100 ما تتفعلش ناس. هضري دابا. الو خويا بابا. وي دابا خويا كتسمعني؟ لا والو، حيدي الكيت صافي نسمعوك بلا كيت. الو الو، واش بالك على جيم جيم وبارطاجي؟ ما كتبش لناش اليوم المدن ديالكم الصراحه، شكون كل واحد يكتب لنا اصلو. باغ اكزومبل انا اصلي، انا واخا ساكن في فران اصلي وجدي، انا اصلي وجدي، كل واحد يكتب لينا الاصل ديالو. انا الاصل ديالي وجدي، واخا تولدت وكبرت في فران كذلك تانت هما، كل واحد يكتب لنا الاصل ديالو. نور وي خويا كتسمعني دابا؟ تنسمعك، كملي لي نور. المهم صافي مشيت لعندهم، دخلت نخدم على راسي بنية صافية زعما داخلة بخير وعلى خير. صافي بقيت خدامة عندهم لمدة 8 شهور. المهم المرأة الكبيرة وبنتهم كانوا كيتعاملوا معايا معاملة خايبة، اللي ما نقدرش زعما نشرح ليك، وهذا المهم معاملة خايبة. ولكن ولادها الاخرين كانوا لا عمرها سلعة، كانوا زعما ولادها مزيانين وكيتعاملوا معايا مزيان وكيتهلاو فيا زعما بخير وعلى خير. انا كنت على وجه ولادها كنقول ماشي مشكل، هذيك مرا كبيرة وهذيك بنتها حتى هي كبيرة وفيها السكر ونديرها بحال الوالدة، يعني كنت صابرة بزاف الحوايج وكنسمح في حقي وكنحاول انني ندير اي حاجه باش ما نضرهمش، نضر انا وهما ما يضروش، نسمح حقي باش ما نضرهمش، ندير بزاف ديال الحوايج باش نراضيهم، لدرجة انني ملي كنت كنبقى نتهان وكنبقى نسمع الهضره بزاف وصافي كيطلع لي الطونسيو، هذا كنمشي ناخذ لي بخان، ناخذ 3 ديال الحبات 4 ديال الحبات باش نشربهم ونتهدل باش ما نقدرش انني نجرح دوك الناس ولا صافي. المهم هذا ما كانش عندي مشكل، يعني كنت كنصبر كنقول هذيك مرة كبيرة وكل شيء كنت صافي صاتها. ولكن الصاعقة الكبرى اللي غادي تجيني هي من واحد ولدها. شغنقول لك، كان ولدها كان كيعيطوا له في التليفون حيت هو كان في فرنسا،
كانوا كيهضروا معاه في التليفون، كيعاودوا له عليا، كيقولوا له داك البنت اللي عمرها سلعه ظريفه بعقلها كتخاف الله، بنت دارهم مهنيه في امك، زعما امك مكرفصه عليها، اختك مكرفصه عليها، وهادي وهادي. السيد ما حدهم، هما كيعاودوا له عليا، عائلته اللي هنايا في المغرب كيعاودوا له عليا، حيت كانوا كيجيو للدار وكيشوفوا المعامله ديالي مع الام ديالو مع الاخت ديالو، وكيشوفوا المعامله ديالهم هما معايا. المهم كانوا كيعاودوا له عليا. داك السيد صافي تشبت بيا بزاف، نبقاو كيعاودوا له هاد الهضره، هذا تشبت بزاف. دوز تقريبا شهرين، جا في شهر تسعود 2019، شهر تسعود جا، مشيت عندهم في شهر 7، هو جا في شهر تسعود صافي. جا انا كنحط فرمه بزاف، سيد راجل كبير عمره 65 عام، وحاج شكون هذا ولدها؟ يعني شكون هذا؟ وي ولدها، ولدها ولد السيده 65 عام، راجل كبير 65 عام. انت انا 24 عام، كنت عندي 24 عام. هادشي في كورونا ياك؟ عام كورونا. المهم صافي السيد جا كنحتارمو، بعدا قبل ما يجي مني كان في فرنسا طلب المرتب، بقى كيقلب لقى المرتب، بقى كيسولني على امو، كيهضر معايا عادي، انا غاديه مع حسن بحال الوالد، كنقولو والله صافي الام ديالك راه مزيان، ما خصها حتى شي حاجه، بخير وعلى خير، صافي هادي ماشي مشكل. جا المغرب صافي، بقى بيناتنا الاحترام، انا كنشوف فيك انه حاج راجل كبير بحال الوالد، ما كنقدرش حتى نشوف فيه، ما كنقدرش حتى نهز فيه عيني، محترمه داخله سوق راسي، مقابله صلاتي، مقابله ديني، مقابله خدمتي، يعني مقابله الام ديالهم، بقيت سهرانه معاها، متحمله الام ديالها، متحمله الاهانه ديالها، متحمله المعامله ديالها، كنقول ماشي مشكل، مرا كبيره وهادي وهادي وهادي، ماشي مشكل. سيد محد كان كيشوف ديك المعاملة ديالي أنا معاهم مع المعاملة ديالي، قال السيدة صبارة بزاف في الناس وهادي وهادي، بقى كيقرب مني، بقى عليا أنا راني كنطلق من المرأة وراني باغي نتزوج، ومراتي أنا وياها متفاهمين، شرحنا كنطلقو، وانت جيتيني بنت الناس وظريفة وبعقلك وصبارة وحشومية وهادي وهادي. المهم بقى عليا بهاد الهضره واش تقبلي تزوجي بيا. جيت انايا المهم مده شهرين وانا كنتهرب منه، واش تقبلي تزوجي بيا، انا راني ناوي غير المعقول، انا راه عجبتيني وما نلقاش بحالك، وما يخصك معايا حتى شي خير، نتهلا فيك، نتهلا في عائلتك، وما يخصك معايا حتى خير، وتشوفي مني غير السعاده، انت بنت داركم وهادي وهادي، ونتزوجو ونولدو وليداتنا، وما يخصك معايا حتى خير، نعيشك السعادة وهادي وهادي. وانا كنتهرب منه، كنقول له لا الحاج الله يرحم والدي، انا ما جايش لهنا باش نتفلى، انا جاي لهنا باش نخدم على راسي، باش نخدم على والديا، وباش نعاون راسي، بغياش ندير الحرام، ما بغياش نتفلى، ما بغياش نجي باش ناخذ شي ريال ديال الحرام، انا جاي لهنا نخدم، ما جايش باش نتفلى ولا باش نتفلى شي حاجه. صافي السيد بقى عليا بديك الهضرة، ومع السيد كما قلت لك راجل كبير 65 عام، ومن داك الناس ديال مالي اللحية، يعني كان كيقيل قال الله قال الرسول، كيمشي يصلي الفجر، كيصلي التراويح، كيدير قيام الليل، كيقرا القرآن، كيصلي صلاة الضحى، يعني كيقيل قال الله قال الرسول، هاديك حرام هاديك حلال، هاديك يعني تشوف فيه تقول مالك نازل من السما. وانا من داك النوع اللي كنت ديما مسليه مسديمه، كنخاف الله، ما عمرني اذيت شي واحد، ما عمرني ما ضريت شي واحد، ما عمرني نويت نأذي شي واحد، صافي كنت كنقول انا صافي اللي كيصلي كله راه كيخاف الله. صافي بقيت لمده شهرين وانا كنتهرب منه، صافي السيد بقى لاصقني، وانا ملي كنت كنشوف داك الصلاه وداك قال الله قال الرسول ديالو، داك المعامله ديالو، كان كيتعامل معايا مزيان، كان ديما كيدابز مع امو مع اختو، كيقول لهم حرام عليكم البنت، انت كدير لكم حتى شي حاجه، وكتعامل معاكم مزيان، كتسمح بحقها، وكتصبر، وبزاف ديال الامور صافي يعني بعدو منها. انا ملي شفت هكا قلت السيد راه بصح كيخاف الله، راه السيد بصح راه ما كيبغيش الدار، السيد بصح راه حاج وهادي وهادي، تقت فيه. صافي تقت فيه،
وافقت، قلت له واخا يمكن نصبي نعطيك فرصة، وهذا عطيته فرصة. وعدني بالزواج، وعدني بالزواج، قال لي عطيتك عاود الله نزوج انا وياك، كتعطيني عامين على ما نشد لاق ديالي وغادي نزوج. صافي راني وعندك كنسوق تي من المرأة كنت عنده عامة. 65 وعامين، هي غتولي عنده 66 67 عام عادي يتزوج بيك. واحد شوف، انا كنت ذكيه نيتي. صافي انا قلت مع انني ما عمرني ما فكرت باش ناخذ راجل كبير ولا باش نرتبط براجل كبير، كان ديما عندي داك الفكره الرافضه نهائيا. كنت كنقول مستحيل انني غادي نشوف راجل كبير، ولكن هذا السيد هذا منين جا؟ تابعني تابعني تابعني. صافي انا قلت صافي السيد مسبيني كيخاف من الله، راه ما يمكنش يهضر، ما يمكنش يكذب، ما يمكنش يخون. صافي هذا السيد هذا راه مالك على وجه الكره الارضيه. صافي وعدني بالزواج، قال لي راه غادي انت امام الله مراتي وما تخافيش، وغادي تعطيني عامين شد لقد ديالي من المرأة ونزوج انا وياك. ولكن تبقى الهضره بيناتنا، يعني امي ما تعرفش، خوتي ما يعرفوش، غير واحد ما يعرف، تبقى غير بيني وبينك. وواحد صاحبي، واحد صاحبي كان كيعاود له القصه ديالي من الاول. صافي قلت له واخا ماشي مشكل. صافي بقينا هكا كنهضرو، بقى كيقول لي ما تخافيش، انت امام الله مراتي، انت امام الله، زعما ملي انا ناوي معاك على الخير وناويك غادي تكوني مراتي وكل شيء، ما تخافيش كوني هانيه. صافي انا طقت، انا قلت يمكن سيد راجل كبير وسيد متدين داير الحياه كيخاف الله. صافي راه عارف انه بين الله، عارف الدين، عارف الصلاه، اذا راه غادي نكون مراتي مهما نوى معايا غير الخير، مهما كيصلي، مهما حاج بعض المرات راه ما غاديش يكذب، راه ما غاديش يخون. صافي صافي غادي نثق فيه وغادي نتوكل على الله. صافي ثقت فيه، تعلقت به، شفت فيه الامان، لقيت فيه الحنان اللي ما كانش بابا عاطيه لي، درت فيه واحد المحنه اللي كبيره. وليت كنشوف فيه الاب، الاخ، صديق، الزوج، وليت كنشوف فيه كل شيء. صافي وليت غاديه معاه من نيتي، غاديه معاه من قلبي. صافي وقعت الواقعه بيناتنا. المهم هادشي مازال ما تزوجش بيك، هادشي مازال ما تزوجش بيا، هادشي مازال غير موعدني. قلت لي انتي امام الله مراتي، انتي امام الله، ما تخافيش، راه ربي عالم بنيتي، وهادي وهادي. و قلت لي راه شحال هادي كانوا كيتزوجوا غير بالسنه وهادي. المهم بحال هاد الهضره هكا. والسنه كيفاش تتزوج بيك هو؟ غير قالها لك، قالك انتي دابا مراتي. هو صافي قالها بفمه، قال لك انت دابا راكي مراتي، امام الله راكي مراتي، وانا ناوي انك مراتي. صافي راه مراتي وانا ناوي معاك غير الخير. صافي انا قلت السيد حاج، السيد حاج بعض المرات وقاري القران وحافظ تنحيزم، راه صافي راه عارف بينه وبين الله، يعني انا ما غادي يكتم ما غادي يهضر، راه عارف بلي هاد الشيء حلال، راه ناوي معايا الخير، اذا هاد الشيء راه حلال. وانا عندي 24 عام، كنت كنقول صافي راه هو عارف الدين اكثر مني انا، يعني واخا انا كنصلي وهادي وهادي، ما عرفش الدين بحالو هو، هو راه عارف اكثر مني. وما يمكنش ان السيد باللحيه وحاجه هذا غيكذب ولا غيغدر ولا غيخون. صافي كنت كنشوف فيه مالك صفة انسان. صافي وقعت الواقعه بيناتنا، بقينا هكاك دازت تقريبا عام حنا هكاك. مو كنت كتشكو خوتي، ما تخرجيش الميكرو نور، نور ما تخرجيش الميكرو عافاك، حيدي صبعك من جهه الميكرو، حيدي صبعك واقيلا راك شاده. لا نحيد صبعي هكاك، هضري هكا هضري هكا. المهم قلت لك مو خوتو بدا كيشكو في العلاقه بيناتنا، وقعوا المشاكل. مو بقات كتهيني بزاف، بقات تقول لي بزاف ديال الحوايج، زادوا الاهانات اكثر من اللي كانوا من قبل. في خرجت من عندهم، خرجت من عندهم، بقيت جالسه في الدار، بقيت جالسه في الدار. صافي بقات العلاقه بيناتنا لمده عام، وفي الاخر منين صافي مابقاش باغيني، صافي سالا مني، شبع مني، صافي سالا. قال لي توا كان عايش معاك في نفس الدار؟
لا كان عايش معايا وكانوا عنده جوج ديور، انا وامو واخته عايشين في دار، هو عايش في دار بوحديتو، ولكن كان كيجي يجلس عند امو بزاف، كان كيجي يضيف عند امو بزاف. المهم دازت عام بقى كيقول لي لا انا امي سخطات عليا، انا امي قالت لي هالسخطها رضا ما يمكن ليش ناخدك، وانا سولت العلماء وقالوا لي امك هي الاولى، وانا سولت الفقهاء وقالوا لي لا امك هي الاولى. منين قلت له انا يا وانا شنو غادي يكون مصيري، قال لي لا انت مازال صغيره، دابا ربي سهل عليك، دابا ربي يجيب لك شي ولد الناس ما احسن مني. قلت له المشكل اللي وقع بيناتنا كي غادي ندير فيه؟ صافي بقى عليا لا، وانا ماشي بيك ماشي انا كاع، صافي نكرني نهائيا، ترى راسو ما كيعرفنيش، انت كنت غير خدامه عندنا وخرجتي صافي، ما بقيناش كنعرفوك نهائيا، ما تبقيش تجي عندنا، ما تبقيش تسولي فينا صافي. ملي قلت له انا يا ما يمكنش هادشي تكون انت دايرو، ما يمكنش تنكرني بها الطريقه هادي، وراك عارف انت هو سبب المشكل وهذا. قال لي لا انا ما كنعرفكش كاع، ما عمر شي حاجه ما كانت بيناتنا. وفي الاخر اكتشفت باللي ما عمره ما كان كيتفارق مع مراته، كان هو مراته بخير وعلى خير، ما عمره ما كان كيتفارق معاها، ما عمره ما كان كيطلق. انا كذب عليا، قال لي راني كنطلق انا والمراه. صافي طلق من مراته، دوز عامين طلق من مراته، مش تزوج، تجوز واحدة أخرى. وي تزوج بواحدة أخرى. وأنا في هاد العامين كنت ديما كنتسنى، كنقول أنه يمكن غادي يطلق من مراته بصح وغادي جاي ياخدني، ما يمكنش داك السيد حاج يسمح بيا بهاد الطريقة، وعارفني ما عندي لا يد قصيرة ولا يد طويلة، وعارفني انني هو السبب المشكل ديالي، وانني ما اديتهم حتى شي حاجه، وانني ما ضريتهم بوالو، وثقت فيه ثقه عمياء وقريت فيه الامان، مستحيل داك السيد يغدرني. يعني راه واخا قال لي امي ما بغاتش، راه يدوز واحد الوقت وغادي يراجع نفسه وغادي يندم ويعترف بالغلط ديالو ويجي نكملو حياتنا. ولكن الصراحه ماشي هادشي اللي وقع، السيد مشى قلب على راسو وتزوج وبنى حياته صافي وعايش بخير وعلى خير. وانا ما نكذبش عليك، انا فهاد 4 سنين مخلص اطباء نفسانيين، مخلص فين نمشي غير باش نحاول ننسى المشكل، ولكن ما قدرش ننسى المشكل. ولكن هذا العام هذا منين عرفته بلي تزوج وبنى حياته، ما نكذبش عليك اخويا بدر، عرفتي راه ضربتني صاعقه، عرفتي تصدمت واحد الصدمه، كنت صدمه العمر ما نكتبش عليك. مرضت في راسي لواحد الدرجة يعني ما تقدرش تخيلها، ما قدرتش نتقبل أنا داك السيد تفلى عليا، أنا داك السيد شمتني في حلاكة، وعارفني عارفني ما عندي باش نلحقو، وما عارف بزاف ديال الحوايج، وتفلى عليا ومشى تزوج بوحدة أخرى. يعني بقى فيا الحال بزاف، بقات فيا الشمتة، بقى فيا الحال حيت تقت فيه، بقى فيا الحال حيت ما اديتهمش، بالعكس تصرفت معاهم غير الخير، ومازال دابا والان عائلته، دابا عائلته كيحترموني، دابا عائلته كيعاودوا عليا غير الخير، كيقول لك داك البنت ما شفنا منها غير الخير، داك البنت تعاملت معانا مزيان، وخا امي كانت كتعاملها خايب هي تعاملت معاها مزيان. وكنقول علاش انا داك السيد دار فيا هكا. المهم بقيت كنمشي عنده كنقول يمكن يشوفني، يمكن ينعس الشيطان، يمكن يحس بالغلط ديالو. ديما كان كيرفضني، ما عمرو شي نهار مستقبلني، لدرجة انه كيشوفني كيدير راسو ما عرفنيش. واحد النهار مشيت لعندو ما لقيتوش هو، لقيت صاحبه، وصاحبه عارف القصة كاملة ديالنا، حيت كان كيعاود له عليا ملي نجا من فرنسا، كان كيعاود له عليا كيقول له داك البنت مزيانة، ومهم كان كيعاود له عليا كامل الاستوار كاملة في راس صاحبه، وصاحبه عارف كل شيء. مشيت انا عنده قلت له زعما ممكن انك تهضر معاه، تحاول ان انت ما دير له العقل، انت راك عارف القصة، عارف داك السيد شنو دار فيا، عارف داك السيد كيفاش تكرفس عليا، وزعما تقدر تهضر معاه وهذا وهذا. قال لي واخا، قال لي انا اصلا عارف القصة من الاول، وبقى فيا الحال بزاف، لكن ما عندي حتى شي جهد، مش حاول يهضر معاه، يعني حاول يهضر معاه ماشي غير مرة ماشي غير جوج. كيقول له لا انا داك البنت ماشي انا اللي سببها، وداك البنت موسخة ودايرة وفاعلة، وشافوها الناس مع الدراري، وشافوها الناس هنا، وشاف يعني كيحاول انه
يتهمني انا بشي حوايج اللي انا ما فياش، باش هو يبرئ راسو، باش هو يخرج من المشكل اللي هو كيقول له لا داك البنت راه كدير لي السحور، داك البنت راه كانت مع فلان كانت مع فلان. يعني هو ما باغيش يعترف بالغلط ديالو، هو كيحاول انه يخرج فيا انا اي حاجه باش هو ينسى الذنب اللي دار هو. عيا يهضر معاه صاحبه قال له زعما هاد الشيء هذا راه ماشي هو هذاك، وداك السيد راك عارف القصه ديالها من الاول، وانت كنتي كتعاود عليها من الاول، وانا عارف القصه كلها من الاول. في الاخر ملي قضيتي حاجتك وساليتي شغالك وهذا صافي، وليتي كتقول فيها هاد الهضره وكتقول فيها مسخه ودايره وهادي وهادي وهادي. قال له صافي انا داك السيده ما كنعرفهاش وما عمرني ما عرفتها، كانت خدامه عندنا خدمه عندنا صافي، مشات الله يعاوننا ويعاونها صافي. هي يهضر مع صاحبه مع نفس داكشي اللي كيقولوا اليوم كيقولوا غدا، ما بغيش يبدل الرأي ديالو، ما بغيش نهائيا يعني صافي. داكشي اللي فراسو ولا فراسو على حسب اللي قال لي صاحبه، قال لي ما بغيش يعترف بالغلط ديالو، كيتوهم بشي حوايج اللي هما ما كاينينش باش هو يريح الضمير ديالو، وفي الداخل ديالو عارف باللي راسو غلط، باللي راسو ضحك عليا كذب عليا، بلي داكشي كامل اللي كيقول راه ماشي حقيقة، ولكن ما بغيش يقولها باش هو يريح النفس ديالو ويريح العقل ديالو. المهم انا حاليا انا عايشه كما قلت لك 4 سنين، ما شفتش الحياه، ما شفتش الراحه شنو هي، ما عرفتش النهار كيفاش كيدوز، ما عرفتش الليل كيفاش كيدوز، ما عرفتش راسي كيفاش عايشه، ما عرفت كيفاش غادي نواجه العالم، كيفاش غادي نواجه مشكلتي، عايشه بوحدي حتى شي واحد ما عارف القصه ديالي، حتى هما هي راه ما عارفاش، عائلتي كلهم ما عارفينش، يعني انا متحملة المشكل ديالي بوحدي، ما قادره نعاود لحتى واحد، ما قادره نهضر مع حتى واحد من غير اطباء نفسانيين. كنت كنمشي عندهم هما اللي عارفين القصه ديالي، وهاد صاحب وهذا هما اللي عارفين. يعني ماما كتشوفني هكا مريضه كتديني عند الاطباء، زعما درت الرقيه الشرعيه ما خليتش بها درت، ولكن بدون فائده بدون نتيجه، أثر لواحد الدرجة اللي ما تقدرش تتخيلها ولا تصورها بعد ذلك. نور وي خوي عشان عندك حق بان حقك ضاع، حقك ما يضيعش. كتبش عليك اخويا بدر، بقى فيا الحال. علاش كنقول انا انسان ما عمري ما هضرت مع شي واحد، ما عمر شي واحد مدرها بيا، ما عمري ما تمشيت مع شي واحد، ما عمري ما سمحت لشي واحد انه يضحك عليا. لكن ملي جا السيد هذا شت صوره الكبير وحاج، قلت انا مستحيل يكون واحد كيصلي، يكون واحد حاج ويدير هادشي، ولا يغدر ولا يكتب ولا يخون يتوش لدرجة أنني دابا داك الصدمة ديال أنني نسيق داك السيد دار داك الشي، ما قدراش نتقبل داك السيد يدير داك الشي. يعني واحد الصدمة لدرجة أنني بعد المرة كنقول راه غير كنحلم، راه ما يمكنش داك السيد هكاك بداك الشكل بداك اللحية وبداك الصلاة وهذا يدير هاد الشي هذا، ما قدراش نتقبل. يعني مصدومة واحد الصدمة اللي ما بغاتش تبرد لي نهائيا. 4 سنين 4 سنين أخويا بطر، ما قدرش ننسى، ما قدرتش نعيش حياتي هادية بحالي بحال الناس، ولا نخرج هادية، ولا الناس بحالي بحال عباد الله. مبقيتش كنعرف شنو هو الناس، بس كنعرف شنو هو الليل ولا شنو هو النهار. المهم عايشة وصافي، لدرجة أنني خدامة عند الناس ومكنمشيش عند أمي نهائيا، غير ماما باش متشوفش الحالة ديالي، حيت ماما كتشوف الحالة ديالي كتبقى تسولني مالك شنو عندك شنو واقع لك. انا كنحاول نتهرب، عمرني ما قدرت نعاود لها المشكل ونقول لها شنو بيها ولا شنو عندي. صافي كنحاول نتهرب لدرجة انني خويت الدار، ما بقيتش كنبغي نمشي لدارنا غير باش ماما ما تشوفنيش فداك الحالة وتمرض وتفقس. يا نور عندك 28 واقيلا دابا ياك؟ دابا حاليا 27. 27 4 سنين 4 سنين خويا، 4 سنين 4 سنين 2019. في 4 سنين هذه لقيتي شي حل؟ يا ريت كون لقيت الحل.
ما بقيتش الحل اخويا، بطرني كنقول لك حياتي انا نقول شنو هو تدمرات. الحل؟ شنو هو قلت الحل؟ الحل اه يا اما تمشي تنواجه، نتعلم ونواجه، يا اما تمشي تنواجه وتنحط خويا لواحد. برك نكمل لك، هذا مجرد رأي ومن بعد قولي اللي عجبك واخا. تعلم ونواجه مع المشاكل، المشكل اللي عندنا احنا ما متنواجهوش، تتعطينا الدنيا تصرفيقها وترجعوا باللور. نتعلم ونواجه ونحطوا النقاط على الحروف. خويا بدر، داك السيد هذا ترى ما بغاش يعطيني حتى الوقت باش نهضر معاه. كنقول لك شحال مره تخيل مشيت عنده في 11 الليل، في 11 الليل جاتني هستيريا وخرجت، خرجت ما عرفش راسي فين غاديه. مشيت لتما عنده في 11 الليل، تقيس عليه خرج عندي شافني انا ما بغاش يعطيني الوقت. داك السيد طلبت منه 5 دقائق، 5 دقائق علاش تطلبي من منه الوقت؟ علاش تطلبي منه الوقت؟ علاش تطلبي منه الوقت والساعه؟ بالك سمح لي بلاتي عافاك اسمعني، كيفاش نطلب منك الوقت؟ لا غتسمع صحالك ماشي لخاطرك. كيفاش غادي ندير؟ يا اما غدير معايا ولا نمشيو للبوليس. راه كاينين عندي الشهود وعندي الادله، شوف وسجليه. عرفتي شنو غديري كاع؟ غنقول لك حاولي بأي طريقة تسجلي بأنه فايت معاك وفايت وعدك بالزواج وفايت قالك انت مراتي وغنبجوج بيك وداير وفاعل وتشارك ياك. وازي وسجلي ومن بعد خرجي فيه عينيك. بركة من هذاك الهروب اللي تنهربوه. واخا هذا الحل الأول ياك، هذا الحل الأول. الحل الثاني هو الحياة تتعاش مرة واحدة ماشي ألف مرة. 4 سنين دازت من حياتك، 365 في 365 في 365 في 365 يوم، عرفتي شحال في النهار مشى من حياتك؟ وكون كان البكا تيرد شي حاجه كون راه كاملين تنبكيو، كون كان الحزن تيقدر يرد لنا الماضي ديالنا كون حزننا، كون كان الدموع يردوا لنا نصلحوا الاخطاء اللي درناها في حياتنا كون بكينا. لا، الماضي ما تردوا فيه والو، خطا تعلمتي منه، ولكن حقك راه ما غايضيعش، حقك عند ربي. عندك صحابك راكي صافي تظلمتي وتحقرتي، سلمي امرك لله والله ما تخيبي، وربي غياخذ لك حقك. وخاصك تعيشي حياتك ماشي لخاطرك وبالسيف عليك، حيت هكاك الدنيا دايره، ماشي اي تصرفيقه تعطينا نهيو الحياه ديالنا كاملين. الا جيت كل واحد فينا تعطيه الدنيا تصرفيقه ويطيح وصافي، كون غنتغلبوا فاش عطاك الدنيا تصرفيقه باش تعطيها ألف عذر باش تنوض. هكا الحياة. هذا هو المشكل ديالي اخويا بدر، هو انني فقدت الثقة في مرة، وليت كنقول صافي ندير حاجة ودار هكا ودار هاد الحوايج هكا وحضرك بحال هكا وظلمك بحال هكا. وي خويا عمر اللحية، عمر اللحية، عمر واحد يصلي هو المعيار، الواحد بالاخلاق ديالو حاجة زوينة. أنا نطيحو في واحد ولد الناس متقي الله ويخاف فينا الله، ولكن بالتصرفات. شحال وحدة مخبية مور الحجاب، وشحال وحدة مخبية مور النقاب، وشحال واحد مخبي مور اللحية، وشحال واحد مخبي مور الصلاة. كاين اللي واحد ما عمرو صلى ولكن غتلقاه فيه الأخلاق ديال ولاد الناس، وتيخاف ربي ما تيصليش، ولكن تيخاف ربي وتيخاف يعصى ربي. اختي هذه الدنيا ما يمكنش غادي تعيشي فيها هاني، حيت انت ماشي في الجنه، فيما مشيتي كاين الزوين وكاين الخايب. هذا درس تعلمتي منه باش الثقه ما تتعطاش لاي واحد، وماشي غير نجي ونعطي الثقه ونوزن ما بين قلبي وعقلي. الا بغيتي تعيش هاني في هذه الدنيا، توزن ما بين قلبك وعقلك، وفي نفس الوقت تجي تقول انا جاي للامتحان ماشي جاي للجنه. ما تنتظريش بانك غتجي تلقاها مفرشه بالورد، ديري ان الطريق كامله تتكون عامره بالشوك. هذه هي الدنيا، خاصك تكافح حيت الا طحتي تيصدموا عليك. اخويا بقدر من هذا الشيء بغيت والو. دابا الثقه انا فقدتها، مابقاش عندي الثقه في شي واحد. غادي رديها دابا من هذا الشيء. انا كنحاول انني غير ننسى، بغيت غير ننسى الماضي، بغيت غير ننسى الشمس اللي تشمت، بغيت غير نخرج الصدمه اللي وقعت لي في حياتي، بغيت ننسى الصدمه اللي وقعت لي في حياتي ونعيش بحال الناس. هذا هو اللي بغيت. واخا ما عمرك غتشوف المستقبل وانت مازال مربوط بالماضي ياك. هذه دائما هذه قاعده في الحياه، تقول لك
عمرك تشوف القدام وانت مازال في الماضي. ما عمر شي واحد تيسوق هو مدور راسه اللور باش نسوقو تنشدو الفولون بحال هكا وتنشوفو في الطريق. ميمكنش نسوقو تنشوفو اللور. الماضي لا لا تنتعلمو منه فقط. داس طراق وقع وشنو نهاية ديال العالم؟ صافي ضيع حياتك كاملة. صافي سلمتي ضعافي. صافي التصرفيقة جاتك. صافي غادي نهي الدنيا كاملة خايبة. كاع اللي خلق الله خايب. الله ربي عادل. كما خلق الزوين خلق الخايب. كما خلق الزوين خلق الخايب. العمر غادي تيفوت. انت في احسن فترة في عمرك. هي لدى العشرينات والثلاثينات احسن فترة تدوز في الحياة. بحال شي وردة يلاه تتنور. وما تدبليش ديك الوردة. غادي توصلي الستينات تانتي وتقول ياه ما عشت بحياة. وقفي على رجلك. ماشي اي مشكل يجينا غادي يطيح. حاول وبالسيف. اختي. وي خويا بدر شكرا بزاف على الاختك. بالعكس مرحبا. نتمنى تعيطي لي المره الجايه والقلب تيتما في وجهك. تتمنى من الناس اللي تيتفرجوا كلشي دايما معاك.